بنشوف كتير من الفيديوهات الإسرائيلية الموجهة للإعلام العربي، زي مثلا فيديوهات أفيغاي اللي من وقت للتاني بينشرها، والنهاردة وعلى نفس النهج نشرت الكابتن إلا نائب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي فيديو لنفق بتقول عليه أنه المسؤولين من حماس وحولوه لنفق لاحتجاز الأسرى، وأضاف كمان أن حماس أنفقت عليه من أموال سكان غزة. أنفق مسؤولين حمساويين تم تحويله لنفق لاحتجاز المختطفين في خان يونس، نفق متشعب وبيبلغ طوله أكثر من كيلومتر، نفق اللي أنفقت عليه ملايين الشواقل، وكل هذا لصالح إرهاب حماس. في هذا النفق احتجز دواعش حماس المختطفين الإسرائيليين. وينكم يا أهل غزة؟ عارفين إنه هذا النفق موجود في قلب خان يونس؟ ولو هي المجاري بتمشي من تحت رجليكم وإنتوا ولا دارين عنها؟ هل غفلت عيونكم؟ في صورة منتشرة قلب السوشيال ميديا ومحققة مشاهدات مليونية وألاف التعليقات، الصورة لعبد السلام ابن القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية خلال حضوره مباراة نصف